فيما أعلنت اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف المواجهات بين قوات الجيش والحوثيين في عمران أنها احتوت الاشتباكات التي شهدتها المدينة مساء الجمعة ووقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات، أكد سكان محليون استمرار الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل على جبل المحشاش والجبال المطلة على منطقة الجنات شمال غرب مدينة عمران. ووفقا للمصادر فإن دوي الانفجارات سمع في أرجاء المركز الإداري للمحافظة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي. إلى ذلك أطلق مستشفى عمران العام استغاثة للمواطنين لسرعة تبرع بالدم للمستشفى لإنقاذ الجرحى والمصابين جراء المواجهات الدائرة بعمران.